ونرحب بضيفنا الموجود معنا داخل الاستوديو دكتور عبد الصمد علي عبد الصمد، استاذ جامعي وهو حاضر معنا دائما كل يوم اربعاء في فقرتنا الاخيره. اهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح الخيرات عليكم، والتحيه والتجله لجميع مشاهدي قناه طيبه جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. دكتور عبد الصمد، يمكن هي دي مواصله لحلقه الاسبوع الاربعاء المضى، وتحدثنا فيها عن اساسيات التربيه الصحيحه والتنشئه الصحيحه اللي بعدها ينتقل الطفل الى مراهق ومن مراهق الى رجل. بتلخيص سريع، يمكن الحلقات الماضيه او المنصرمه تحدثنا عن ان النواه الأساسية للمجتمع ككل الأسرة. نعم. أصل المجتمع بيتكون من أسرة، أحياء، دولة، مجتمع إسلامي ككل. فالنواة الأساسية واللبنة الأساسية الأسرة. واتكلمنا في الحلقات الماضية عن سياسة هذه الشراكة الذكية بين الرجل والمرأة، الأب والأم. لأن الاستثمار الحقيقي في فلذات الأكباد اللي هم الأبناء. عشان كده يعني عشان الكلام يمشي حتى في الحلقة دي على المسار الصحيح ومع الفقرات الماضية، يمكن أخونا دكتور عادل قبيل تحدث عن إنه اختيار الزوجة هو اللبنة الأساسية وصمام الأمان. ويمكن في الحلقات الماضية تكلمنا عن إنه الأم عليها التعويل أكثر في التربية، لأنه هي اللي بتعد الطعام، هي اللي بترتب البيت، هي اللي بتشكل وجدان الأسرة ككل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أدى أرشدت للاستقرار الأسري قال فانفر بذات الدين تربت يداك، يعني بلغة حبوباتنا الرماد التكيل خشمك كم ما لميت في ذات الدين. ليه؟ لأنه ذات الدين دي لا في نقة، لا في تلتلة، لا في كده. ذات الدين حريصة على البر، على مش براهي، حتى تعلم أولادك قيم البر، قيم الطاعة، قيم المرجعية، حريصة على التنشئة الصحيحة للأولاد شكلا ومضمونا، يعني ما أكل وشراب وكده، حتى الجوانب القيمية والأخلاقية مهمة. أنا داير أقول جانب تأصيلي مهم في الجزئية دي، عشان منا هنا مش لقدام، ودي الحلقة الأخيرة نربط الكلام مع بعض. جميل. يمكن ربنا سبحانه وتعالى لما يعني خلق آدم عليه السلام، لم يخلق آدم عليه السلام ليعيش في الجنة كما يفهم كثير من الناس. ودي الآيات دي أنا داير أعالج بها مفاهيم خاطئة عالقة في أذهان كثير من الناس، إنه ناس إجحافا في حق المرأة بيقولوا يعني المرأة مرقتنا من الجنة وسقطها. لأنه سمعوا فنان عادي بغني قال يا هريدة ذاته وحواء وحلاته ومرقت أبونا آدم وكده، افتكروا زي القرطبي والطبري وابن كثير، وهذا الكلام ليس له أصلا من الصحة إطلاقا. لما خلق آدم عليه السلام خلق ليعمر هذه الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، ما في الفردوس الأعلى ولا في جنة عدن، في الأرض، في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وعلم آدم الأسماء كلها، فضل الله آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم. وخلق آدم من تراب ثم من طين لاذب ثم من حمأ مسنون ثم نفخ الله فيه من روحه فكان آدم. كلكم لآدم وآدم من تراب، منها خلقناكم الواطه دي وفيها نعيدكم، حتموتوا حندفنكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذا خلق آدم من الأرض ليعمر الأرض،
داير المشاهد وانتوا تركزوا لي على الجزئيه دي، من مكان خلقه دي دائره اختصاصه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، يبطش في هذه الارض ليعني يوفر وسائل الراحه والاستقرار لاولاده لزوجته لمجتمعه ككل. صمم نفسيا وبيولوجيا وذهنيا على ذلك، كل ميسر لما خلق له. الرجال دول كلهم بيمرقوا من الصباح ويجوا المطاح، اي زول ممشهد يموره. ربنا رفع ادم عليه السلام بعد ان نفخ فيه من روحه الى السماوات العلى لحسابات ربانيه، حتى تثبت افضليه ادم على الملائكه بذلك الحوار، وحتى تخلق حواء في الجنه. لما وجد ابونا ادم عليه السلام نفسه وحيدا فريدا في الجنه استوحش، قال عليه الصلاة والسلام: فألح على الله بالدعاء، أي سأل آدم عليه السلام رب العزة والجلال إنه يجعل له في الجنة من يؤانسه من بني جنسه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبينما هو نائم، أي آدم عليه السلام في الجنة مسجى، إذ قامت حبة في ضلعه الأيسر فكبرت وكبرت وكبرت حتى كانت حواء انبجثت منه. والكلام ده في الطبري وابن كثير والقرطبي. فلما استيقظ لقاه بلغتنا العاميه محك رمقنقنه جنبه، قال: من انت؟ فقالت: انا حواء، خلقني الله لكي اؤانسك في الجنه. قلت لشبابنا في الجامعه الكلام ده مما اقراه أو أقول للطلبة في الجامعة أو في الجامع أو كده، بشعر بالاندهاش في عيون الناس كأنه أول مرة يسمعوا. لكن الآيات كلنا قريناها بس جينا معشقين فيها بين نمرة خمسة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها، ضمير هذا راجع لآخر مذكور لآدم، زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عشان ما نطول على المشاهد، الجزئية دايرين نخلص ليها والمهمة وين؟ إنه أمنا حواء خلقوها من وين؟ ضلع الرجل، ضلع آدم، ياتو الأيسر، قصاد شنو؟ القلب. عشان تشتغل هنا أي زول يشتغل في دائرة اختصاصه يبقى صناعة، فزوجة داير منها العاطفة، صناعة الأجيال أطفال دايرين منها شنو؟ العاطفة. عشان كده الوزن في التربية، وده بيت القصيدة جابنا مهم، مش كان يتكلمنا عن إنه لازم واحد يشيد واحد يرخي؟ أيوة. مرات بيحصل العكس، بيرخي الأب وبيشيد الأم، يعني الأب ذاته كان واحد في الشفع ما سمع كلامه ممكن يقول له بكلم ليك أمك، الأم تكون أقوى. لكن أنا كان تلاعب الأدوار ده، شوف القرآن الكريم جاب نماذج لنساء أدارن البيت وطلع حاجة للمجتمع سلفا وخلفا من غير ما يكون في أب. عيسى عليه السلام ربته أمه، صحيح. موسى عليه السلام أمه وأخته، فرددناه إلى أمه. رسولنا الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمه آمنة وحليمة السعدية، وخرج للدنيا ولم يكن له أب، أب عليه الصلاة والسلام. أما سبحان الله يعقوب عليه السلام نبي، وأبوه إسحاق نبي، وأبو أبوه إبراهيم خليل الرحمن نبي، ذرية بعضها من بعض. لكن لما غاب دور الأم كان حريص إنه العاطفة دي ما تزيد، قال ليوسف عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كان حريص إنه ما يشعر أخوانه بحاجة زايدة منه. لكن لأن الرجل طريقة تفكيره، المرأة طريقتها شبكية والرجل طريق اتجاه واحد، يعني المرأة بتلقيها بتغسل الغسالة مدورة وبتطبخ، تتكلم بالتلفون وشايلة طفلة وبتراجع لها شافع وكله بيتدوروا مع بعض، صح. ممكن تلقط لها شمارة تقول لهم هو الموضوع ده ما كده صح كده وتربي وتخرج رجال، لكن الرجل حاجة واحدة، يعني بيقرأ في كتاب خلاص كتاب، ممكن تسأله كم مرة
بعد مسافه يقول لي عاد، قول لي خلاص خليتك لانه قبيل انا سالتك وما جاوبتني. فسبحان الله كان حريص على انه العاطفه دي ما تزيد، وشايف فيه وشوف، وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك كما اتمها على ابويك من قبل. لكن بعد ده الدوز الزايد او جرعه العاطفه الزايده دي ما قدر يسيطر فيها، ظهرت اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. فوقع في دائره الرق وشراه بثمن بخس. ابوه هنا دفع الثمن وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. الحسد دخل بيناتهم. مغزى القصة فيه قطعا قضايا تربوية وفوائد كثيرة، لكن الشاهد المقارنة إنه هنا يعقوب عليه السلام من غير أم القصة فلتت من يده. أما عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم بدور الأم فقط من غير ما يكون في أبو، القصة عبرت. حاصل الضرب زي ما يقولوا الشباب الزيت من القصة دي إنه الأم دور مهم جدا في التربية، ولازم يكون في تكافؤ بين الأم والأب. وأهم حاجة في القصة دي تكون في خطة إنه بيتين يشدوا بيتين يرخوا، ما يكون في تضارب في التعليمات. ودي كان ختمنا بها الحلقة الماضية. تبع لكلامك يا دكتور، برضو نحن بنلقى انه في امهات كثيرة جدا ونساء كثيرة جدا اخرجوا رجال وصنعوا رجال، فهم ذاتهم بتلقاهم بيفتخروا بيقول لك والله انا ربتني مرة صحيح وانا طلعتني مرة، فطلعته هو برضو راجل قادر انه يقود امه وقادر إنه وانا احد اولئك القوم. يعني انا ذاته الوالد كان سنين الاغتراب ونحن في الطفولة، فالقامد على كل امرنا الوالده، نسال الله عز وجل يعني يعيننا على برهما. اللهم امين. سويا ويجزيها الله عنا خير الجزاء يعني. ربنا ان شاء الله ان شاء الله. طيب موضوع التربيه نرجع مره ثانيه، انه انت تفضلت وذكرت قلت الاطفال هم اللبنه الحقيقيه لبناء المجتمع الصالح. طيب أنا عشان أنشئ طفلي ده بقيم جميلة وقيم يستفيد منها بعدين في المجتمع ويكون رجل في نفس الوقت، شنو الأشياء اللي ما مفترض تمارسها الأم أو الأب قدام الطفل؟ يعني في حلقات مضت أنا بتذكر قلت إنه ما يكذبوا وما في حاجة اسمها كذبة بيضة، دي من ضمن الحياة اللي إحنا وقفنا عليها. نعم. مرات يعني الأم قد تضطر إنها تكذب على الطفل عشان تمشي مشوار هو خاص بها، ممكن يكون أو مثلا منفعة زي إذا كانت هي شغالة، لكن بتوعد الطفل في نفس الوقت إنه أنا راجع والله حجيب لك حلاوة، وممكن يكون إنها ما صادقة في إنها كذبت عليه في مشواره وما صدقت أو ما وفت بوعدها وهي راجعة آخر اليوم. تمام. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهديه إلى الجنة. دي معايير قيمية لازم نربي عليها. يعني إحنا ما حق ذات أطفال نربيهم على عيب، مفروض نربيهم على الحلال على حرام، ما نربيهم على الناس بيقولوا. الصدق ده كقيمة سبحان الله. نحن الآن لما الزول يموت نقول نزل الله يحشره مع الصديقين الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يعني درجة الصدق بعد النبوة طوالي مرتبة ثانية، عشان كده حتى ربها سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فدرجة الصدق والمصداقية درجة عالية، عشان كده نحن المفروض زي مما بنفطر ونغدي ونعشي ونسقي وشاي المغرب، زي ما قلت قبل كده بنحصنهم ضد كل الأمراض، المفروض برضو نغذيهم بالقيم دي، الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد، تحمل المسؤولية منذ الصغر. ونديهم برضو مضادات حيوية وتحصين فكري عن الكذب وخطورة حب الذات، الأنانية، عدم التعامل مع الغير، عدم تقبل الغير ابتداء من الحلقة الصغيرة دي. أخوانه ننمي فيهم روح المحبة، تحقيق الألفة، هذه الأشياء كلها لازم تمش منهم صغار. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه.
فالبناء هذا البناء الأخلاقي من الصغر الناس بتجني ثمرته في الكبر. يبقى معناها نحن ما بنقدر نصنع رجل بعد ما هو خلاص ينضج ويكبر ويبقى زول عاقل وكبير يعني. فأنا إذا عايز أحمل المسؤولية يبقى أنا أحمل المسؤولية من هو صغير، أمشي جيب أعمل اعتمد على نفسك، استقبل الضيف في البيت، خليك دايما راجل عندك كلمة. دي الحاجات اللي بنسمعها، لكن إذا فات الأوان يبقى ما حنقدر نحصله. صحيح، وده سبحان الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقة الشكل وكمان المضمون. يعني رب سبحانه وتعالى ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. شوفي كلمة خبير دي ما نجي جارين فيها ساي. يعني الإنسان عشان يكون سعيد في الدنيا سعادته بتكمن بأنه الجسد ده بعد ما يكون صحيح سليم يكون مغذى بالقيم دي. أخت هايلين معلش تكلمت عن التضارب جدا. عبد الجليل من الجزيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبتين، تحية لك يا أستاذ عبسام، وتحية عبرك للأستاذ هايلين وضيفكم الكريم. الله يحييك يا عبد الجليل، تسلم، تفضل. الله يديكم العافية. واليوم تتكلموا عن موضوع مهم جدا جدا. نعم. إنه كيف نحن يعني نصنع طفل رجل. إنه هو رجل. نعم. تفضل. بالتأكيد يا أستاذة إنه تنشئة الطفل بتعتمد في المقام الأول على الأسرة. فكل ما كانت الأسرة يعني عندها مسؤولية كبيرة تجاه الطفل بتاعها وعندها ثقافة حتى في تربية الطفل، بالتأكيد بتقوم الطفل تقويم فيه قدر عالي من الأخلاق وفيه قدر عالي من الوعي. فلا بد إنه الأسرة ذات نفسها أن تكون أسرة واعية ومدركة كيف تكون مسيرة حياة طفلها حتى ينضج ويبقى رجل يعني ذو شأن في المجتمع ونافع لمجتمعه ونافع لنفسه في نفس الوقت، زي ما انه المدرسة بتتولى الطفل في تربية المناهج التعليمية حتى يتخرج مهندسا او طبيبا، كذلك الأسرة عليها العبء الكبير انها تعلم هذا الطفل التنشئه الاخلاقيه، القيم الانسانيه، التسامح، صلته بالاسره الممتده. وده امر مهم جدا جدا. كل ما كانت الاسره هي بتغرس في الطفل بتاع الفضائل الانسانيه والفضائل التربويه والاخلاقيه، بالتاكيد ان الطفل بينشئ على هذه المقومات وبيبقى إنسان يعني المجتمع ممكن يستفيد منه. صدقا لكلامك يا عبد الجليل، من شب على شيء شاب عليه. شكرا جزيلا لاتصالك. جزا الله خير الجزاء. شكرا. عبد الجليل شكرا له. ويمكن المثلث ده تكلمنا عنه. نعم. في حلقات الأسرة والأساسية المدرسة والشارع، قلنا الشارع بما فيه حتى من المواقع الإسفيرية والفضائيات والتواصل الاجتماعي معنا العريض، كلها بتشكل وجدان الشخصية وكلها مطالبين في الصغر إن نقدم فيها النمذجة الحقيقية والقدوة الحسنة. وده برجعنا لكلام أستاذة هايلين اللي هي ما الأم تقول لطفل وهو صغير تقول ما بيعرف، تقول له ماشي الدكتور ويدوني حقنة وانت فالح واقعد وبجيب لك حلاوة، وبعد شوية لا في حلاوة ولا في دكتور ولا كده، وما نكبر يحس إنها كان بتكذب عليه أو شايفة خلاص رتبت أمرها وغيرت وكده، تقول له ماشي بيت البيكا وبيت البيكا ما فيه أطفال وكده وينتظرني وبمشي وجيك، وبعد شوية اكتشف إنها كانت ماشي بيت عريس وما ماشي بيت بيكا وما بيدور شيء. ممكن عادي تقول له يا أخي أنا ماشي حتى ما يصلح أسوقها، حتى يبكي ويسكت أفضل. والبناء يكون صحيح أخير مما نكون نقول له ما تكذب وبعد شوية يجي يلقى كلام نشي ونمزج اللي قدمناه له وشي. لازم قلنا تتضح معالم الطريق بين النظرية
والتطبيق. نعم المعالم دي يا دكتور نحن بنغرسها فيهم، في انا دائما بقول في قيم لازم تتعزز في البيت، يعني اذا عندك ابنك وخلاص هو بيجازول قادر يستقبل الضيوف في البيت، فليه لما انت تستقبلين هذه ولا يفتح الباب امشي استقبل الناس فلان سلم عليهم قاعدين في الصالون واعمل لهم الواجب، ده نوع من الالزام، لما انت تلزم وخلاص بيبقى ده ديدن، وتاني ممكن هو كل ما يجي ضيف يتعامل بنفس الطريقه اللي عمل بها اول مره. والله ده في اطار تحمل المسؤوليه قضيه مهمه، وبرضه كان هبشناها هبشه خفيفه كده، انه الاداري الناجح لو في البيت لو في العمل لو في اي حاجه بيشرك دائما الباقيين معه. يعني رب سبحانه وتعالى لما تحدث عن ذو القرنين قال أعينوني بقوة أنفخوا، ففعل معه الآخرين وفجر الطاقات، عشان كده ربنا آتاه حكم الكون كله أو الدنيا كلها. كذلك سليمان عليه السلام فعل الهدهد وفعل واستوقفته النملة، والموضوع ده بقى سبب في إيمان دولة كاملة. صحيح. فيبقى إنت ولدك في البيت عشان تكون ناجح وفي صناعته للحياة أديه مسؤوليات صغيرة صغيرة قدر 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 حدود فكره وسنه وعمره. لما خلاص يصل لمرحلة المراهقة دي طاقته الكاملة كبيرة، قلنا لازم تفجره تخليه يكون مسؤول من تصويب أخوانه ذاته عشان هو ذاته يبقى قدوة لهم. صحيح. الإبل بسوقها بهادية المسألة العامة عندنا، تخليه من غير سيطرة قلنا زايدة القصة دي، قلنا زي الملح، يديهم مرات تعليمات يوجههم، تكلفه بيجيب حاجات من السوق كده. مسألة الضيف دي نحن بنتكلم الآن بدينا بمين الصغر وانت ذكرتيه انه يبدا يتحمل، لكن الحلقه الختاميه لانه بعد المراهقه دي خلاص حنصنعه ونقدمه للمجتمع. اخطر حاجه في المراهقه الرفقه، يعني في اسره الزول يكون تمام وامه تمام وابوه تمام وهو في طفولته حمامه مسجد يقول لك، لكن مما يصل مرحله لن أعيش في جلباب أبي يبقى يتفلت ودار يتفلت من الأسرة. المرحلة اللي تكلمت كان معانا فيها واحدة من الحلقة المضت من مدني، ولدك كان كبير خاويه. صحيح. دي الدائرة التصاق شديد ودائرة مراقبة شديدة، وسبحان الله برضو وما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني القرآن الكريم لما جاب سورة الكهف والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أسبوع نقرأ، لأنه هي أربعة قصص كل قصة بتحيل مشكلة، بتهمنا فيها القصة الأولى بس، قصة أصحاب الكهف عالجت قصة الرفقة دي. يعني كلب كلب بارليه صالحين أقسم بجلال الله المجد اللي قال بشر ما لاقينا، يعني مش بشر بار بشر يتأثر بيهم. رفقة الصالحين القرآن الكريم يؤكد على إنه هم كم وعددهم كم وكانوا وين، ده موضوع ربنا ما 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 فصل فيه لأنه ما ضروري، لكن كون هالقصة إنه شباب بيناتهم وحدة بيناتهم ترابط، إذ قاموا فقالوا ربطنا على قلوبهم، وده جابنا له كلامك إنه مش بس لما يجي ضيف نقول له قابله، هو في السن دي لازم يكون عنده أصحاب، يعني ما حيقعد لك في البيت. صحيح. لكن كمان نعينه في اختيار السيليكشن والاختيار بتاع الاصحاب، يعني ما برضه طوال نقول له ده ما نافع ده ما تباري وده ما كده، كب بيولد ده نوع من ال انه هو ذاته يبدا يخرط يده، لكن ندي معايير ولو بصوره غير مباشره ولو قبل ما يصل المرحله دي، إنه في الزمن ده لازم الزول يختار القرين الصالح، واختر قرينك وسط فيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، وما تقول لي لا أنا ما زيهم حاجاتهم دي ما بسويها، إذا باريتهم لو ما سويت المجتمع هيحسبك إنك واحد منهم. دي ممكن فيبقى دي الممكن تدخل الناس في المزالق بتاعت المخدرات، في المزالق التربوية العامة. عشان كده يعني أصحاب الكهف الله قال يقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم يقولون خمسة وسادسهم
كلبهم وتحسبهم أيقاظ وهم رقود وكلبهم باسط ذراعيه رقدة الله والصفا. عليك الله عين المجد اللي قال كليب ده. عشان كده يعني سبحان الله الإمام الشافعي عليه رحمة الله محمد بن إدريس قال: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فلازم في السن دي، ودي لأن الحلقة الأخيرة دايرة ولع فيها لمبة حمراء، نشوف ولدنا بباري منه ومصاحب منه، ولو ما عجبنا الشلة المبارية ما طوالي نبدأ ب يعني كطب المشار. دكتور دي ممكن نقنع أفكاره، نقنع وجدانه، نقنع عقله بأنه دي هاوية وممكن توديك يعني لمنزلق عن الطريق. يعني دور الأم والأب في الحتة دي ممكن يجي كيف؟ طالما هو في مثلث الأسرة والأضلاع اللي هو المجتمع والشارع، أو الشارع والمدرسة أو التربية التعليم، ممكن الأم أو الأب يفاجئ أطفالهم أو الشاب المراهق في مدارسهم أو في الجامعات، ممكن يسجلوا لهم زيارات هي الغرض منها توضيد العلاقة بين الأم والأب، وفي نفس الوقت تكون كعين فاحصة، يعني يشوف الولد ده مباري منه أو مصاحب منه. وسبحان الله يعني حتى السلم التعليمي الآن سلامات أنسان إشكالية. إن شاء الله ربنا يعني يجمع بين الأجر والعافية. طيب السن بتاعة الطفولة بنخد فيها قلنا البيم الأساسي. أول ما الزول مشى الثانوي ديها بداية سن المراهقة. الآن الشيء الجميل بقى في تشبيكة بين المدارس والأسرة. يعني سبحان الله الأسرة بيدوك ملاحظات، بيدوك الراس متابعة، بيدوك أشياء زي دي، فالمسألة دي ممكن تحل كثير من الإشكاليات. دكتور معلش بعتذر لك، وسلامات زميلة أنسام هي ما بتقدر تكمل معنا الحلقة، ألف سلامة لك. شكرا لك دكتور عبد الصمد، علي عبد الصمد أستاذنا الجامعي، بعتذر جدا لكن مراعاة لظرف أنسام. أنسام شكرا لك، وشكرا لكل السادة المشاهدين اللي تابعونا، وإن شاء الله نلتقيكم في السبت المقبل بموضوعات مختلفة. حتى جديد الملتقى، تقبلوا تحياتي وتحيات تحايا زميلتي أنسام وتحايا الفريق العامل، دمتم في أمان الله.